بيكم في اخر حلقه من سلسله المبتدئين. هتوحشوني يا بنات. مش هتوحشوني قوي لان انا هصور فيديوهات تانية ان شاء الله. المهم الحلقه بتاعت النهارده هي اخر حلقه في السلسله. هنتكلم النهارده عن الروج ازاي وانت مبتدئه. المفروض ان كل البنات بتعرف تحط روج زي وزي الكحل بالظبط، لكن هديكي تركايه صغيره بس توريكي ازاي تظبطي الروج لو انت ما بتعرفيش تظبطيه، لو يعني انت من الناس اللي عمرها ما حطت روج قبل كده. اتفرجوا على الحلقه للاخر، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. على اي اساس بتختاري لون الروج؟ مدارس برضه. في ناس تقولك بتختاري لون الروج على اساس لون بشرتك، زي ما اتكلمنا في حلقه البلاشر بالظبط، ان البشرات الفاتحه بيليق عليها اكتر الوردي، وعلى حسب الاندر تون بتاعك بشرتك مايله اكتر للاصفرار ولا للبينك. بس مع تطور الميك اب، وانا مع المدرسه دي جدا دلوقتي، ان الروج زيه زي اي اكسسوري عندك، انت بتخلي الروج لايق على لون هدومك، على لون الميك اب، على لون المانيكير اللي انت حطاه. مش لازم ابدا ان انت تتقيدي بالوان ارواج معينه، لكن بالنسبه للنهار الالوان اللحميه دايما بتبقى احسن، سواء على بينك او على بني او على اورنج. الالوان النود اللي هي اللحميه احسن لمكياج النهار. انا مش من الناس اللي بتستخدم تحديد الشفايف كتير بالنهار او خالص، يعني ما عنديش خلق ان انا كل يوم بالنهار احط تحديد. انا ما عنديش خلق ان انا احط ميك اب كل يوم اصلا، لكن لو هحط مش دايما بستخدم التحديد. لكن لو انت عايزه تستخدمي تحديد استخدمي تحديد. هوريكي ازاي تبتدي ترسمي شفايفك. اهم حاجه ان انت تبقي مختاره لون تحديد قريب قوي من لون الروج بتاعك. هقرب الكاميرا بس انا مش عارفه اتكلم وانا برسم شفايفي، فهشرح لك دلوقتي قبل ما ابتدي ارسم. اهم حاجه تعمليها ان انت لما تيجي تبتدي ترسمي شفايفك تبتدي من الكيوبيد باو اللي هي دي المنطقه اللي في النص. ترسمي خط كده وخط كده علشان يبقوا الاثنين على نفس المستوى، وترسمي بقيه الشفه من فوق وبعدين ترسمي الشفايف من تحت. عايزه تكبري شفايفك شويه ماشي، بس انا برضو مش مع الموضوع ده قوي. انا دايما بحب يعني اثبت على شكل شفايفي، الا لو في سهره او مناسبه او كده وعايزه الروج يبقى قوي ومحتاج ان انا ارسم شكل شفايف محدد، انما بالنهار انا بدي لشفايفي لون خفيف وخلاص. فانا هلتزم بشكل شفايفي وهبتدي ارسم من المنطقه دي واكمل للاخر. اسيبكم تتفرجوا. شدي شفايفك بالمنظر ده. وبعدين لما تيجي تحطي روج ابتدي من نفس المناطق، ابتدي من المنطقه دي الاول وبعدين سيحي الروج على بقيه شفايفك. هستخدم النهارده الدرجه بتاعت ماك اللي هي ويرل، وابتدي هنا من الجزء اللي في النص واسيحه مع التحديد على بقيه شفايفك. مش عايزه احط منه كتير عشان ما يبقاش اللون قوي، فهسيح الروج بصباعي على بقية الشفايف. المنظر ده، وما تنسيش المنطقة دي اللي هي خط الشفايف من جوه، لان ده اول حاجة بتتمسح وبيبين شكل الروج وحش. بس كده، ودي ختام سلسلة المبتدئين كلها. وصلنا مع بعض بحلقة حلقة بشكل مبسط جدا ازاي انك توصلي للوك ده علشان تحطيه بالنهار. يا رب تكونوا استفدتوا من السلسلة، ويا رب يا رب تكونوا يعني اي حاجة صغيرة استفدتوها مني. واستنوني بقى ان شاء الله نرجع للفيديوهات بتاعت اللوكات القوية والحاجات الاحترافية اكتر. واتمنى اتمنى ان انا اكون عجبتكم في الحلقة دي، وبحبكم جدا، وباي باي.